هذا يذكرني بكلمة قالها شيخي وأستاذي علي الحلبي عندما ذكرت له عن أبي إبراهيم محمد الزغلي الذي مات قبل شيخنا بحوالي 4 سنوات 2016، فقلت له يا شيخ مات الزغلي، قال رحمه الله كان يحقق ويكتب، فقلت له أخبرني أخوه وهناك أوراق موجودة أنه كتب ألفية في علم المصطلح لا هي مثل ألفية الخطيب، العفو، لا هي مثل ألفية العراقي ولا السيوطي، ألفية في مصطلح الحديث قائمة بنفسها منظومة بالشعر، ولكنها لم تنشر ولم تشتهر. فقال سبحان الله الدنيا حظوظ، يعني بتقدير الله الدنيا حظوظ. رجل الزغري في إحدى حارات جبل النظيف ومع ذلك يكتب ويحقق ويصحح ولكن لا يعرف أحد، وفلان وفلان يخرجون على الفضائيات ولا وزن لهم في العلم ومع ذلك اشتهروا وانتشروا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالدنيا حظوظ كما قال شيخنا علي الحلبي، والتوفيق أولا وأخيرا من الله.